بسم الله. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. اليوم ان شاء الله باذن الله عندنا واحد التحدي حماق ديال بصح. التحدي هو اننا غادي ندوزو الفطور هنا كامل الاخوان، غادي نفطروا في واد ام الربيع اللي كيتعتبر من اكبر الوديان. هاد البلاصه صراحه زوينه وباش كتعجبني انا الاخوان، خاويه ما فيهاش البشر، حس البشر ما كيدورش، يعني البلاصه اللي كتكون خاويه كتميز بالكالم. وتبارك الله كاين الفلامينغو الاخوان هنايا، وهذا الواد ما شاء الله في واحد الوفره ديال الاسماك ما شاء الله تبارك الرحمن. ودابا حاليا حنايا غادي نوجدوا، اش غنوجدوا شباليكم؟ كاس كسو كيف شتوها في المينياتور الاخوان. غادي نوجدوا واحد القصريه تكون دكاليه، وتحياتي الناس ديال دكاله عبده شياد ما كاع اللي كيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا الاخوان ها هي القصيريه ديالنا الخوت، هذا هو التحدي اللي غادي نقوموا به اليوم. غادي نديروا كسكسو مغربي 100% واصيل وفي البريه اللهم بارك. المهم ما نطولش عليكم، الا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش معك واحد لايك كومونتير سبسكرايب وتبارطاجي مع اصحابك ولا تسقاو المهمه ديالنا. لقيتوني الاخوان يلا كنقي في الخضره ديالي، الخضره ديالي عندي ميكس الخوت، عندي خيزو كاين ليشو كاين القرعه، ها انتم القرعه الخوت كي دايره ما شاء الله، وكاين عندنا الفول غنديروه بالفول بالطريقه اللي كيديروا الناس ديال الدكاله، وتحياتي للدكاله. كيقطعوه من هنا وكيرموه بالجلوف ديالو، غادي نغسلوه مزيان. وجبنا الاخوان واحد الحيمات ناضين، عرفتي واحد الحيمات كي دايرين الخوت، ها انتم الكاغط يبين لكم يعني ديال البلاد، ها بلديين. اللهم الله 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 يبارك، الله يبارك. والخوت راه توحشنا كسكسو قسما بالله، داكشي علاش قلت غندير تحدي ديال تحضير الكسكسو، الكسكسو ثم الكسكسو. شو هي الحيمات كي دايرين الخوت ما شاء الله. وتهلا فينا خو عطانا علاش واقف، ها شوم عطانا علاش واقف شويه ولكن هانيه ماشي مشكل. المهم كاينين الحيمات ناضين. دابا اول حاجه غنقي الخضره ديالي وغادي نوجد الفرينه، يعني غتشوفوا معايا هاد المراحل كاملين باش غنوجدوا واحد القصريه فاعله تاركه. اول حاجه عندنا البصله الخوش خصنا ننقيوها. بسم الله اي وعندنا ثاني الربيع والمسائل. شوفوا مجهز خوكم، ها انتم الربيع، شحال ديال الربيع ما طيشة لفت سبع خضاري، داكشي كسكسو بسبع خضاري. انا ديال حادقه، انا ديال شمري على كتافك. تحياتي للامهات. اجينا يو انت شو برما قديش برما قد الوطن. الحيمات ديالنا نحطهم هنايا صافي الخوت، نقيو هاد الخضيره ديالنا هنايا. اول حاجه غنقو البصله، الخضره راه ماشي مشكل تلوحوها الخوت، ديما كنقولها لكم الخضره ماشي مشكل انك ترميها، هادي ماده عضويه شي حاجه اللي مزيانه ياكلوها الطيور. والله الا واحد الكالم الخوت هنا قسما بالله تا ما يمكنش، شحال ما بقيت جيت هنايا. وتبارك الله الفلامينغو هنا موجود، فلامينغو الخوت والله الا موجود. الواحد هو اللي جا الاخوان يبعد على الصداع، يبعد على الضجيج، ويجي يخلق السعاده في شي بلاصه مكالميه. والله الا الحمد لله على نعمه الطبيعه، كنكون نقولها وكنعاود نقولها، عرفت شي كون ما كانش الطبيعة صاحبي راه بنادم ينفجر اصاحبي. يا سلام واحد القصرية كسكسو ان شاء الله اليوم.
وكاع الناس الاخوان اللي دابا ما دايرينش كسكسو ينوضوا يديروا كسكسو، الله يرضي عليكم. فطروا بكسكسو بارك عليا من البيتزا وداك الشيء، داك الشيء ديال التواشه راك ليا بلا دي يكون مدغمر شبعان دهماني بارك من البيتزا وداك الشيء ديال العياقه. كاين لي بيتزا لا والو في رمضان، كاين كسكسو كسكسو يو ها هو رمضان راه مشى الاخوان. دابا راه تقريبا سبع ايام في رمضان، العمر غادي وكيجري، والله الا العمر غادي وكيجري. اخوان الفويلات ديالنا هما كيف كتلاحظوا درت لهم الطريقه، الخوت لحقاش فيه تراب بزاف، قلت غادي نقيه بحال هكا. الخوت القريعه ديالنا تنقات، لي شو ديالنا تنقى، دابا بقات لينا هما يطيشه ويطيشوا المسائل وحنا سالينا. كسكسو راه ما كيحتاجش العناء الاخوان، ساهل ماهل. وغندو على هاد الفوائد ديال الكسكسو. الكسكسو الاخوان كيبغي الجماعه، كيبغي العائله تزورها، وما فيها باس الاخوان تزوروا تصلوا صله الرحم في هذا رمضان المبارك، وديروا ليهم شي قصريه ديال الكسكسو. الجماعه الاخوان كتبغي غير كسكسو، والله يسمح لينا من الناس اللي كتمشي عندهم دابا في رمضان وكيبقى يدعي عليك كيقول لك ناري هذا جاي عدي. علاش؟ حيت كيتكرفسوا العيالات الاخوان، العيالات كيتكرفسوا في الكوزينه. اش كيطرى للمراه في الكوزينه ملي كيجيو عند ضيافو؟ لا اله الا الله الاخوان، كتعذب ديال بصح. وكتبقى تدعي على دوك الناس اللي جايين عندها، سيري غبر لك الشقف، على جايين عندي اش بغاو عندي. ولكن هي مسكينه راه باغاهم، ولكن راه الطيابه الخوت كتبقى واقفه النهار كامل وهي كطيب فهمتوا؟ لا اله الا الله، الله يسمح لينا من العيالات والامهات وكل شيء كاع اللي واقف في الكوزينه في هذا العام هذا في هذا رمضان. الواحد يجيب العائله يدير لهم كسكسو، قصريه كسكسو سالينه، واحد شويه ديال العصير تميرات قاعد بارك، الله يجعل البركه. كسكسو فيه منافع كثيره الاخوان، وبالخصوص الثقافه المغربيه ديالنا الخوت، الثقافة المغربية ديالنا كتبغي كسكسو الخوت، الناس كيبغوا كسكسو. عرفتي كسكسو راه ما يمكنش، راه لا إله إلا الله، أنا بعدا كنموت عليه. وفي نظركم نتوما الإخوان واش كتموتوا عليه ولا لا؟ خليو لي الرأي ديالكم في لي كومونتير. أنا بعدا كسكسو شي حاجة بزاف. يا سلام. آخر لمسات الإخوان ربيعة. ترى هور معايا هاد مور الربيع هذا ولا بغا يفك السلعه. بسم الله. ربيع الاخوان كناخذ شويه القزبر شويه المعدنوس، والله الا هور معايا هذا الشيء كامل فيه جود تبارك الله عليه. تحيه للخضار، هذا الشيء بزاف اهو. كنشدوا الاخوان كنقرضوا هاد العيبه بحال هكا، كنغسلوه مزيان، كنديروا ليه بحك، كنربطوا بادي ديال الدوم بحال هكا دوارة صافي، وكنسيبوها في البرمة. تبعوا معايا دابا الطريقة، دابا غندوزو للطريقة كيفاش طيبوا كسكسو بالنسبة للدريات المعكازات اللي جالسين مجبدين دابا في المنطقة. ها انتو مجبدين في المانطا وبارك على ماما نودي طيبي ليا، ماما نودي طيبي ليا وا ماما. غنديرو هاد الربيع هذا ما غاش نستغنى عليه، زوين عجبني، غنديرو في مويكا الخوت. ايه بسم الله. وا ماما نودي، قلت لك نودي يا ماما. الله يسمح لينا. ربيعة زينة نخليوها، خضيرة ديالنا تمت بنجاح الإخوان، داك الشيء على حقو طريقو. دابا غنيطواي هادشي كامل وغنوجد باش نشعل العافية. أوا دابا الإخوان راه غسلنا الخضرة ديالنا كيف كتلاحظوا اللهم بارك، القصرية ديالنا منقية، نيطواينا البلاصة كتبان داك الشيء. يا سلام،
مع هاد الاطلاله. يا سلام الاخوان، دابا حاليا غادي ندير عويفيه الخوت، غندير عويفيه بالفاخره الخوت، لحقاش هنايا ما كاينش سميتو ما كاينش الحطبه الخوت في هاد البلاصه، شي يعني الا ما جيتش بالفاخر ضعتي في هاد البلاصه. انا كنقلب على البروده، داكشي علاش جيت لهاد البلاصه ما فيهاش الفاخر. هما راه عندي المنشار، عندي كلشي ها يعني. هانتوما الاخوان المنشار المسائل، شوف الله يبارك. دابا غادي ناري ناخذ الباله وغناخذ هذا الرابوز صافي. هادشي اللي عندي دابا، دابا غنبداو عملية تشعيل العافية. أنا الخوت كيف العادة خاصني نحفر واحد الحفرة على حساب الريح، حتى كنحصلو على هاد الشكل الخوت. بحال هكا خاص البرمة تهبط مزيان، لحقاش الاخوان هنايا كاين البرد بزاف، ما بقى ليها والو. واحد شويه نزيد نهبطها دابا. البريمه ديالنا ناضيه، اجي هنا الفاخر. دابا غنديروا الفاخر، عرفتي كون ما جبت الفاخر وكنت غادي نضيع. بسم الله. فويخرات كيف العادة الإخوان، شوية الزيت وكاغيط وغيشعل داكشي، لا ما تحمق راسك معاه. الفاخر باش كيعجبني ما كيهباش بحال العود ديال الشجر. العود ديال الشجر كيهبى، كيدير العافية وكيهبى دغيا. هاد الفاخر هذا سبحان الله ما كيهباش. عارك ليا دابا شي كويغيط والعالم وشويه ديال الزيت والبروكه. هانتوما الخوت، ها بسم الله. يلا رمضان دغيا مشى الخوت، الله يلا دغيا مشى. يلا ها البارح اللي كان رمضان، كان اول نهار كان باقي كاع ما كتسمع ها رمضان شو دابا كان ولم يعد. كيقول لك سبحان الله واحد المثله في الجبانيه ديال الحريره كيبان العيد، اول زلافه ديال الحريره زعما في الفطور كيبان العيد. كانوا كيقولوا الناس الاولين، واش بصح هاد العيبه ولا لا؟ وراني ترى بصح كيبدا كتكب الزلافه الاولى كيبان لك العيد، خاصك توجد الحوايج، خاصك ها هادي خاصك تزور العائله، يعني كيكون توا في واحد المصروف. ايه والله يغلب كل واحد على هاد الدنيا هادي، وحنا راه عابر سبيل اللي درنا ما غنخلوش ورانا. لذلك كون رزقك من هنا من هذا المنبر، كون رزقك تهلا في ولادك تهلا في والديك، والباقي لا يهمنا، الباقي الله يسهل عليه حتى هو ويرزقه من حيث لا يحتسب. وديما الانسان اللي كيكون قلبه زوين راه ربي كيشوف من حاله، فهمتوا؟ في اي لعيبه واخا يضيق بك الحال ويضيق بك بزاف الحال، كيكون قلبك زوين ربي كينويها لك زوينه. ايوا لك كنتي شراني وقاطع، اش غيدير لك الله؟ صافي غادي خليك على الدس. سبحان الله. هاي العويفيه شعلت ديالنا الخوت، الله عرفتي على احساس ملي كتشعل العافيه في الطبيعه؟ واو داكشي فونتاستيك، شعور لا يوصف. إيه بسم الله توكلنا على الله. خوت البريمه ديالنا نقيق، غنديروها هنايا صافي. اول حاجه الخوت اش نديرو؟ غنقرضو واحد البصيله بحال هكا، هكا هي الحادقه.
هانتي وتعلمي تعلمي قولي الله الله يخلف على اللي علمنا. ها نضحك معاكم والله راه كل واحد كيفاش كيدير الكسكسو. المهم راه صعيب باش طيبوا في الطبيعه راه صعيب بزاف الخوت. هاي بدات كتقلى شوف الفاخر كينوضه اي حاجه كينوضها. كنديرو بصيله الخوت وكنتبعوهم مايطيشه مايطيشه الخوت كاين اللي كيحكها انا ما غنحكهاش فهمتوا غطيب بحال هكا حيت غادي نعطيه انا العافيه خليه يطيب على حقه وطريقه فهمتوا ما زربانش. ها هي غنديرها بالما ديالها صافي والعطريه ديالنا وشويه الزيت وشويه الربيع الحيمه تاع الاخوان ما كنغسلوهم ما والو هي والشحيمه بحال هكا وهالحيمه ها الحيمه كي دايره راق هالشحيمه وهالحيمه وهالشحيمه وهالحيمه الله يجعل شي بركه تقريبا هنا نص كيلو ديال الحمل الاخوان الله يجعل شي بركه الحمد لله على النعمه ديال الله. كنحركوا بحكه مزيان يا سلام نقرضوا واحد شويه ديال الربيع الخوت وغنديروه مع العطريه بسم الله هاد المره تشهيت انا نعجن لكم المسمن معمر بالشحمه والله الا تشهيته هاد المره غنديرها اش بالكم الاخوان في لي كومونتير نديروا المسمن معمر بالشحمه ولا عطوني شي طبق نديروه الاخوان في لي كومونتير راه حتى شفت كومونتيرات قلتوا لي دير كسكسو وانا نجي ندير لكم كسكسو فهمتوا كتبوا لي اي تحدي كيف ما كان ديال الطياب كتبوه في لي كومونتير نطيبوا لكم في الطبيعه بحال هكا فهاد رمضان هذا الخوت رمضان راك عارفين راه ديال العباده الاخوان راه ما ديال الماكله ولكن كتخلق الجو وضروري سبحان الله المعده وداك الشيء كتكون ملهوفه الاخوان على الماكله باغي تاكل المسمن باغي تاكل العصير باغي تاكل الدجاج كتولي العقل ديالك ما عارفش شنو ياكل وكتخربق وكترى لينا في الفطور الخوت ملي كنحضروا كلشي كتحضر طابله كتبان لك عامره كتجي كتاكل جوج دغمات وكتشبع فهمتي الواحد هو اللي ما يبدرش في رمضان يدير على الاقل على الاقل يدير غير سميتو يدير وجبه وحده وجبه وحده الله يجعل البركه انا هاد قصريه الاخوان غتشيط ليا غندير مول الدار انا ما نكذبش عليكم راه الله يجعل البركه نديرها في الكسكاس ونديها بسم الله والروينة الروينة في الكوزينة كيف عندك انت الروينة في الكوزينة انا عندي الروينة في البرية غنديرو ربيعات بسم الله الله يجعل البركة غنديرو هنايا كاين كاين الخرقوم كاين كلشي الاخوان هذيك العطرية اللي معروفة عندكم غنديرو العطرية كسكسو الاخوان راه كيبغي شوية العطرية زايدة الله يجعل شي بركه ايوا الاخوان كنزيدوا الزويته ديالنا الله يجعل البركه صافي وكنميلونجيو هادشي مزيان كنحركو هادشي مزيان وا على رويحه وا 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 تا شكون حنا شكون حنا تعرفتي واحد الديكور الخوت راه ما يمكنش صافي نخلوه يتقلع على خاطر خاطرو غنجمعو هاد الروينه كامله الله يجعل شي بركه غندير واحد شويه ديال الملحه بحالك كت 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 الله يجعل شي بركه الملحه راه ما مزياناش وغنزيدو شويه ديال الماء شويه ديال الماء الخوت لحقاش راه من قبيله هو يتقلى خصنا نزيدو واحد شويه الماء بحال هكا حيد
الله يجعل البركه. نزيدو يتقلق واحد شويه الخوت واحد شويه ونحيدوه، ماشي نحيدوه، نضيفوا عليه الخضره والمسائل ونديروا البلول صافي. واحد على دغميره كيديره لوك 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 برو لوك 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 تشوليت 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 ما غيبانش ليكم، ولكن داك الشيء قسما بالله حتى كيشهي، حتى داك الشيء كيشهي. غنخليه دابا يتقلل اللحم ثاني واحد شويه، وغادي ندير مطيشه ديالي والبصله ديالي والخضره ديالي اللي غادي طيب هي الاولى، مثلا خيزو واللفت هما اللي كيطيبوا الاولين، وليشو والقرعه غنخليهم هما الاخرين الخوت. صافي هذه هي الطريقه الاخوان ديال كيفاش كتحضروا كسكسو، ومن بعد ان شاء الله باذن الله غادي نفتلو كسكسو ديالنا، السميده ديالنا غادي نفتلوها مزيان بشويه ديال الزيت والماء، شويه الزيت والماء نفتلو مزيان الخوت ونردو هنايا ونخلوه يفور يفور الفوره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه نحيدوه. البرايمه راه كتخاصم الخوت، هاكي يقول لك واحد المثال، اكفي البرمة على فمها أتخرج البنت تشبه لامها. فعرض هاد الأمثلة الشعبية عندنا قسما بالله تهربانين، كاينين بزاف. حاولوا تكتبوا لينا في لي كومونتير اللي عنده شي مثلة شعبية وتكون غابرة قديمة الخوت، حطوا لينا في لي كومونتير ضحكوا شوي قسما بالله. بحال هاد المثال ديال أكفي البرمة على فمها تخرج البنت تشبه لامها، يعني كيفاش؟ ما فهمتش. يعني الدريه اللي علمتها ما تخرج لها كتشبه لها بحال هكا ولا كيفاش الاخوان؟ والله ما عرفت. المهم كتبوا لينا امثله الشعبيه القدام ديال بصح ندخلوا نتفرجوا ونقراوهم ونتسطاو من الضحك. والله كاينين شي امثله بزاف. نزيد شي مثال اخر، كيقول لك الله جوا منجل، راك كتقلب على جوا منجل، فهمتي؟ راك كتقلب على جوا منجل. مثلا الدري ملي كيجي عند مو كيبرزطها وكتقول ليه شوف تا راك كتقلب على جوا منجل، الجوا ديال المنجل، والجوا ديال المنجل ما عمرو كيتلقى، ديما مليوح، فهمتي؟ كتقلب على جوا منجل يعني راه شي حاجه غابره. غادي نخلي دار عشتك بهذا المثال هذا، غنخلي دار عشتك. كتقلب على جوا منجل. زيدو ثاني شي مثل اخرى، ديال القصريه ديال القصعه، كيقول لك كفي القصعه على شي حاجه بحال هكا. المهم عطوني الامثله الله يرحم لكم الوالدين، انا راه عارف عندي غير النابغات. انت شو راك تخاصم؟ غنطلع على هاد الشريفيه هذه، با 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 والله تكتخاصم الخوت. خليت اللحم الاخوان تقلى مزيان، دابا الخوت غادي نرميو الخضره ديالنا ونضيفوا الماء مزيان وندوزو نكسكسو الاخوان، نديرو التكسكيسه. دابا نبداو على بركه الله، غادي نديرو هاد المطيشه هادي، وثاني واحد المثله الاخوان، واحد المثله هربانه ديال بصح. كيقول لك داب زويا الفيران على خميرة الجيران، وشكون هاد الفيران هذا؟ داب زويا الفيران على خميرة الجيران، يعني الفيران داك اللي ما كيبغيش يجيبها من عرق الجابين، كيبغي غير زعما الحياة ياخذ من عند هذا وياخذ من عند هذا وياخذ من عند هذا وما كيحشمش، فهمتي؟ كيقولوا لهم داب زويا الفيران على خميرة الجيران. مثلا الجارة كتمشي عند الجارة واعطيني شويه الملحق واعطيني شويه الربيع واعطيني شويه وما كتملش، والجارة الاخرى كتبقى كتعطيها هكا عادي، كتقول داكشي علاش خرجوا هذه الكلمه هذه داب زويا الفيران على خميرة الجيران. العربة. واو. وفي اي العيبه اي لعيبه في الدنيا بحال هكا، هذا المثل كيطبق على اللي كيبغيها مثلا بارده، فهمتوا؟ هذاك كاين واحد الماركه كتبغي الحاجه بارده، ما كتضربش عليها تماره، كتبغيها بارده، كتبغي دغيا تعطيها ليه، فهمتي؟
هو ما عرفهاش كيفاش كانت وكيفاش ولات وكيفاش واش ضربتي عليها تماره ولا لا. هو كيبغى بارده كيقول لك هار عليا صافي فهمتي. وداب زويا الفيران على خمير الجيران ناري على مثل ناري القاصح القاصح. واه عندنا امثال شعبيه واعرين الاخوان. غنتفكرهم راه عندي بزاف غنتفكرهم وغنقول لكم. اليوم مسلسل داير على على سميتو على الامثله الشعبيه. صافي الاخوان البصله ديالنا كنقرضوها بحال هكا. يا سلام هاد البصله الخوت كنديروها كامله. صافي الاخوان رمينا دابا كلشي الخوت. عندنا هاد لي شو الخوت والقرعه الفول والربيع غنخليهم هما الاخرين. ودابا غادي نديروا واحد الكميه ديال الماء الخوت. بسم الله نخليه باش يطلع الفوره. الله يجعل شي بركه. غنديروا اخر لمسه هي الربيع هاد الحزمه هادي اللوحه بحال هكا. واحد المثل ثاني كيقول لك حاول على حمارك تحج به. يعني الحمار هو شكون؟ الحمار هو اللي كيخدم كيجي يدير واحد الافور كبيره مثلا بحال بنادم بحال الراجل. كيقول لك حاول على الراجل زعما تحجي به. تحجي به هي يجيب لك بزاف ديال الخيرات. حاولي عليه ماشي تبقيت عليه. اجيب البوطه جيب الدقيق جيب الاقامه جيب حتى يطج وما يجيب والو فهمتي. داكشي علاش سمات هاد المثله هادي. وخا مثلوا الانسان بالحمار ولكن لا ما جاش. كيقول لك حاول على حمارك تحج به يعني تشوف الخير من هنا لقدام. وحاولي على حمارك تحجي به قبل ما يمشي ويطج وما تصوري منه حتى نبقى. هذا باش ناوى غادي نديروا كسكسو الخوت. غنديروا هاد الخضره اللي بقات هنايا وغادي ندوزو نفورو نكسكسو. ايه بسم الله يا سلام. شوف اليوم غنمثلكم نمتعكم بالامثله الشعبيه. راه كنتذكر يا بسم الله. راه هي الكريسي هنا. بسم الله كسكسو الخوت سبحان الله كيبغي الجماعه. واليوم غنجمعوا باش نطلعوا قصريه غنجمعوا عليها حتى تطلع ان شاء الله. قال لك حرك الماء يبان العطشان. حرك الماء يبان العطشان سبحان الله. يعني ملي كتكون في الطابله وكتبغي تشرب وكتمشي تجيب تشرب كتجيب تشرب كيقول كتقول لك اختك ولا امك كتقول لك راه ليا شريبه. هي هذه المثله ديال حرك الماء يبان العطشان. بسم الله على بركه الله نبداو افتتاح الجلسه. يا سلام كاينين امثله بزاف. طلع تاكل الكرموس نزل شكون اللي قالها لك. طلع تاكل الكرموس نزل شكون اللي قالها لك. هادو هادي ما عندهاش تفسير. هادي ما عرفتش كيفاش دايره البلان. طلع تاكل الكرموس نزل شكون اللي قالها لك. دابا غادي نفتلو الخوت. بسم الله اول حاجه غادي نديرو الماء الخوت. الماء نرشو بالماء بحك. كاينه ثاني واحد المثله كيقول لك عطيناه اللبن جا دخل شارك معانا الغنم. تشارك الخوت والله ما كرهتكم كاملين تكونوا معايا قسما بالله. والله الا كندوي معاكم ما كرهتكمش تعيشوا بحال هاد الاجواء. وحاولوا تعيشوهم راه بامكانكم انكم تعيشوهم. هادشي راه ساهل الخوت راه ماشي شي حاجه ساهل ماهل. هاتجو تخرج الوليدات ديالك. انا ان شاء الله من ندير شي كتكوت شي شنايبير. غندير شي شنايبير غيولي يدور حدايا ويجيب ليا ويماط ليا. غنديروا داكشي ديال الواحد هو اللي يتصاحب مع الوليدات ديالو فهمتوا الخوت. انا ان شاء الله نهارنا نولد شي شنايبير غادي نديرو بحال صاحبي فهمتوا.
يخرج معايا يدور يخلق السعادة، ندخلوا المغارات نكتشفوا. فهمت؟ الواحد ولي يتعاشر مع وليداته ويخرجهم يديهم للوادي يصيدوا. فهمت؟ ماشي الحياة، سبحان الله الحياة راه قصيرة. فهمتي؟ راه ما دي معك والو. لا جينا نفكروا بزاف، راه الحياة قصيرة صاحبي، راه فرمشت عيني يقولوا مات. الواحد يكون بسيط ويكون يكون قانع بداك الشيء اللي قسم ليه الله صافي، ويخلق السعادة وما يديهاش في هذا ولا هذا ولا هذا عنده ولا هذا عنده. صافي يبقى حاضي على راسه ومركز على راسه وغيقصد الهدف ديالو تيموت سالينا. حيت الا بقيتي مركز على بنادم غيمشي لك التفكير نتايا ويمشي لك التيار فين غادي انت. وتصدق لا كيقول لك هذيك ديال لا حبه لا حبه من الملوك ولا ما عرفت بحال هذا المثال هذا نسيت عليه. يا سلام وكثر الخوت. شوه سبحان الله مني كدير ليه الماء كيكثر، وهذه هي النعمه اللي كتكثر وكيكونوا خاصك ضروري توكل منها الناس بزاف. هو كسكسو الخوت غنزيدو شويه الماء باش يزيد يكثر ثاني مزيان. هو راه كدير ليه الماء وكيشرب دغيا سبحان الله. كاينين شي عيالات دابا غيقول لي كثرتي ليه الماء، لا راه باش يفور باش يفور دغيا. واش انا نبقى مضارب معاه؟ هانتوما سبحان الله غينشف دابا. يا سلام وكسكسي يا كسكسي ما عرفتي واحد المثل ثاني كسكسي يا الحادقه كسكسي يا وهنا هنا يا ومالولو يا مالولو تم بكيت انا او مالولو او مالولو تم سكنت انا. ها هو كثر الخوت. ها صافي الخوت هذه هي العمليه. دابا ان شاء الله باذن الله غنحطوه ديريكت في البرمه يفور الفوره الاولى والفوره الثانيه والفوره الثالثه والرابعه نحيدوه نحطوه يعني. وغا تصب شي شتيوا الخوت بسم الله حالك غا تصب شي شتيوا ديال الخير سبحان الله. انا راه فيما كندير كسكسو كتجي الشتا سبحان الله. لاحظت هاد العيب هادي بركتي انا بركه لله عز وجل. ها انتم الاخوان شو 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 الطريقه شو ها انت يا الحادقه ها على ما بغيتيش تفوري راجلك ها انت ييهو بحال هكا الخوت حتى كنعمرو القصيريه ديالنا الكسكاس ديالنا ما فيه الخدمه هاد الكسكسو ما الا فيه الخدمه. وكنديروا باحكام داكشي الطريقه ديال الوالده. تحياتي للوالده الوالده شوفيني اش كندير شي راه تعلمناها من الوالدين والله الا تعلمناها من الوالده. كايبه لي غنشارك في شي مسابقه ديال الطبخ. صافي الخوت دابا غادي ندوزو نردوه هما الاخوان باش تعرفوا كسكسو راه يطيب على حقه وطريقه. ها بحال الفوره هذه الفوره هي هذه شو ها يعني غيطيب داك الشيء على حقه وطريقه. المهم غادي ندير لي هاد العيبه هذه هنا باش يفور مزيان. غندوزو دابا للتفويره الخوت التفويره الاولى. واو ترى طاب
ورا الاخوان الاولى كنديروا معاه شويه ديال الزيت بحال هكا. شتو هادي كنديروا بحك كنبداو مع سخون، ترى سخونة الخوش. يا ربي تصب شي شيوة ديال الخير يا ربي، كيبان ليا الجو مغبون. بحال هكا الخوت، شوية الزيت صافي وكتحرك. غنحطها هنا وغادي نضيف الخضرة الخوش، هادي اللي بقات ليا غادي نديرها. بسم الله، يا بسم الله، ندير قريعة، نسقي القريعة تاني هنا، وغنديرو الفول. الفويلات زوينين، ها، ورا زدت الفاخرة الخوت، صافي هادي آخر طيبة. بسم الله، الله يجعل شي بركة. أخيرا الإخوان، الحمد لله، ها هو طابت الوليمة ديالنا. صلوا وسلم على رسول الله، إلى جينا جا سيدنا محمد، الله مع الجي العلي. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. يا بسم الله توكلنا على الله. بسم الله، انا الخوش. بسم الله، او هذا كسكسو 5 5. دابا غنسقوا الخوت، دابا 6 ونص الخوت، 6 ونص. بسم الله، يا سلام، واو، ترى طاب على حقه وطريقه تعسل، والو ما يضيع. هانا كنديروا واحد الحفيره هنايا وكنجبدوا اللحم. يا بسم الله، تا با 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 با. تبارك الرحمن، تشوليه شوليه، يا سلام. طباخنا، شي 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 شال خوتي. يا سلام يا سلام يا سلام، لوك 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 الخضيره، لوك الخضيره، وا احلى ديكور. والله الا فرحان، والله تطلع داكشي ناضي. يلا تعرفتي باش طيب في الطبيعه، راه خاصك تكون سميتك الحجاوج فلوك. يا سلام، الروي ودابا حالك حالك. شطراويه شطراويه شطراويه، قصريه ديال كسكسو في الافطار. يا سلام، مسقيل. واو واو واو، الربيع ديالنا. يا بسم الله، المهم الاخوان راه اذن. بسم الله، الحمد لله. كسكسو الاخوان ما كيجيش وكيتكال الخوت، خاصك ضروري تاكل واحد اللعيبه، مثلا ها هو كاشير والفرماج هنايا، وعصير عاد تتبع من وراه كسكسو. الحمد لله. الله يلا كيبان كيشاه. دابا نتيا النهار كامل وما درتي والو، هذا تعطيني التنقيط
دي القصريه كيفاش جات صافي. ما قديش نصبر عليها قريعة كثيرة. يا سلام. بسم الله. أول القيمة. بسم الله. والله لكن المعنى الإخوان قسما بالله. يا سلام. نبدا هاد العظيمه والحيمه. الله 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 الله. دا يقول لي اش كاين. اش بالك؟ لا زوين. الله. يا سلام. واش هذه القصريه اللي قلتي لي طيب ليا؟ ها هي. ما تساليني ما تسالك. عرفتي جات هي هذيك في الملح. واعره واعره. شوف داك الشيء العبار قد في القد. الفيلات طيبين. داك الشيء زوين. خوي الزواج. الحيمات ها. يا سلام ري الحيمة اخرى. واو 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 واو. شو شحيمة شو شحيمة ري الشحيمة انا ابارك عليك. هذه الله يرحمها ترى الشحمة زينة. او يا سلام الحمد لله والله الا أطاب الإخوان مزيان. هذه قصرية سوبر. واه على اللحمة كثيرة واللحم بلدي. اللحم زوين. هذا اللحم الإخوان كنا جايين من طريق وتلاقينا مع واحد السوق شعبي ودخلنا ليه الإخوان تقدينا اللحم من السوق. والله الا من السوق يعني جديد. شوف على القيمه كي دايره مع هاد الجو الواعر. الخوت شو لي هاد الحيمه هادي. ولكن الاخوان راه حزم الله يرحم بقى هاد الصف هذا راه ما عندنا ما نديرو. غنحطو الكلاب راه موجودين الكلاب هنا الاخوان. شوف الله يبارك ما عندنا ما نديرو الاخوان. هادشي اللي شاط شوف شحال ضربه تجي تي راه ماشي دخلتي فيه راه بزاف. جار خوتي انا قصيت الحمد لله.